نحن نحيا هذه الأوضاع لا يمكن أن نكتفي بمقاربة تدريبية وأن نستمع فقط إلى مجموعة من الأجوبة التي في الغريب. حزب تقدم الاشتراكية ينظم اليوم بمعية حركة ضمير هذه الندوة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. هي ندوة كانت ضرورية لأنه أردنا من خلالها أن ننبه إلى مجموعة من السلبيات التي نراها اليوم في هذه الساحة الاقتصادية والاجتماعية بكذلك مجموعة من الإسقاطات السياسية، وأردنا كذلك أن ندلي بدلونا فيما يتعلق بقوتنا الاقتراحية من أجل الخروج من هذه الوضعية. الوضعية مقلقة تعلمون ذلك، الأسعار مرتفعة بشكل صاروخي، المحروقات ضربت الأطناب ديالها على هذا المستوى، مواد أولية كثيرة تضررت كذلك من ذلك، والمواطن المباشر سواء في الفئات الفقيرة ولكن كذلك في الفئات الوسطى نستئن يوميا ونحن في شهر رمضان. وما نراه هو حكومة تقول عن نفسها أنها قوية، تقول عن نفسها أنها سياسية، ولم نرى لا طبع سياسي ولا قوة في مواجهة هذه الأوضاع. كيبرروا بخطاب مرتبط بالأوضاع الدولية، بالحرب في أوكرانيا، بتجلية الكوفيد، بعدد من الأمور الوطنية، لكن يتعين أن نقف عند أن هناك مؤسسات رسمية مثل بنك المغرب، مثل المفوضية السامية للتخطيط، اللي خرجوا مؤشرات على نسبة النمو، على العجز، على أين نسير اليوم. والحكومة وكأنها تتفرج وغير قادرة على محاربة اللوبيات، على أن تذهب لفضاء المحروقات تحديدا من أجل أنها توقف تضارب المصالح، من أجل أنها تستعمل الآلة الضريبية أو تقلل من الأرباح ديال الشركات اللي وصلت إلى عشرات الملايير ديال الدراهم. الحكومة بإمكانها أن تجد وسائل للتدخل من أجل محاربة كل الوسطاء، من أجل أنه المواد الغذائية، الخضروات، الفواكه إلى غير ذلك اللي المغاربة كيستهلكوها خاصة في الشهر ديال رمضان، أنهم حقيقة يحسوا بأن هناك حكومة قوية تتدخل وتراقب ما يحدث في السوق. ما يمكنش نبرروا الكل بأنه مثلا بالنسبة للطماطم بما أن السعر ديالها كيسوى 2 يورو وشي حاجة في الخارج، أننا غنصدروا كل شيء للخارج ونخليه المغاربة بلا مطيشة، أو نخليه المغاربة بمطيشة ديال 12 درهم وغير ذلك. هذا الشيء كله أردنا أن ننبه إليه وأن نقول نحن حزب مسؤول، حزب وطني، حزب ما كنشيروش لما كنديروا المعارضة، لكن اليوم كان من الضروري ولزاما علينا أننا ننبهوا إلى خطورة هذه الأوضاع ونثيروا الانتباه ديال الحكومة إلى ضرورة أن تتحمل المسؤولية ديالها، وكذلك أن ندلي بدلونا بالنسبة لمقترحاتنا ولقوتنا الاقتراحية. وفي الواقع الانتباه للقضايا الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لحركة الضمير هو يعني منذ تأسيسها اليوم كنعيشوا أوضاع يعني خاصة لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى العالمي اللي كتفترض علينا في النقاش العمومي أنه نتناولها على ضوء يعني السياسات الحكومية والمآلات ديال هذه السياسات والأثر ديال هذه السياسات على الوضع ديال يعني المواطنين ديالنا وعلى بلادنا عموما، لأنه ما ننساوش بأنه الوضع الأوضاع الحالية هي جد سيئة بالنسبة لشرائح كثيرة من المجتمع، وهادشي ما يمكنش نبقاو نناقشوه بنفس الطريقة السابقة. ضروري نستحضروا الاستعجال والأهمية والحساسية ديال الوضع اليوم، وهذا علاش يعني كانت هاد الندوة اليوم عند حزب يعني التقدم الاشتراكية وحركة الضمير، يعني باش نحاولوا نلقاو مسالك، نلقاو بدايات يعني ديال يعني أجوبة يعني القضايا اللي كنعيشوا واللي هي مستعجلة، واللي الدور ديال أي حكومة كيف ما بغات تكون أنها تعالجها بما يخدم مصالح المواطنين. هذا هو التحدي اللي عندنا اليوم كل في مجال اشتغاله. هو اللقاء ديال اليوم حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، ولكن من خلال هذا الموضوع هذا بغينا نتناولوا يعني الإشكاليات الأساسية اللي كيواجه الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي بصفة عامة. كاين هناك تغيرات كبرى تهم يعني الاقتصاد العالمي، وابتداء من اولا كانت التغيرات المناخيه اللي عندها التاثير ديالها، وحنا كنعيشوا هذه التغيرات المناخيه على الصعيد المغربي. كاين الحرب الاوكرانيه روسيا
اللي كنعتقد عندها ابعاد اقتصاديه كبرى، هي عمليا بدايه حرب اقتصاديه حول الهيمنه ديال العالم، وحول انتقال العالم من عالم احد الاجانب الى عالم متعدد الاطراف اللي فيه واحد العدد ديال المصالح، وهذا الشيء كله غادي تكون عنده انعكاسات قويه على بلادنا وخصنا نستعدوا لها. بالطبع الان انتم بالمنظور ديالكم ان الازمه ستستمر، ان عندها لا عندها يعني وقت اكبر عمليا أكثر. كل جميع المؤشرات تدل على ان هناك احتمال كبير ان الازمه ستستمر، ان الازمه ستستمر وتكون عندها عواقب وخيمه، وبالتالي خصنا نكونوا ناخذوا الامور بعين الجديه، والحكومه اساسا هي اللي عندها الامكان خصها تفتح اول الحوار وتكون يعني منصته، اول منصته للشعب المغربي للراي العام الوطني، ومنصته كذلك والاقتراحات اللي كتجي لها من مختلف الهيئات السياسيه والنقابيه، لان هذه كما ما يكون الامر هذه بلادنا، ولا يتعلق الامر فقط بالحكومه، يتعلق بنا كمغاربه اننا ندبر امورنا بين ايدينا.